قرار قرارك، والمعرفة ليها تمن. وقت كتير التمن ده بيبقى غالي قوي، بس لازم تبقى عارف ان قدرتك في الوصول للمعلومة زي ما تقدر تبدأ حرب بتقدر تنهيها. انا مش هرحمك يا راضي، وانا مش هنساك يا يونس. الناس بتموت بمعاد يا يونس، الضعاف والفشلة بس هم اللي بيتعلقوا بالأسباب. عشان كده أنا بقيت شنفع. مش أنت اللي تقول إذا كنت تنفع ولا لا. لبخوني الأماني استتاب ثم يقتل أم يقتل فورا. أنت أضرب الأمور دي يا شيخ أبو أنس. وليه ستك بتعامل معي إن أنا حتة شطرنج؟ أنا لما رجعت أشتغل معاك رجعت عشان أجيب راضي وحقي وحق ريم وأهلها. أنت قلت الأدب بقى. احنا داخلين على المكان يا يونس. إذا أنت عندك هدف أنا كمان عندي نفس الهدف. أمشي وأجي لك كمان ربعاية. المكان بيقفل امتى؟ تركب اول طياره على بلجراد. توكلنا على الله. ما قلت لك رح تحتاجني؟ يدوم العز يا قمر. اسعد انت ممكن تقول لي ميدو عايز. راضي خرج من نص ساعه على طياره من ميلانو لماليزيا. مفاجاه مش كده؟ انت بتشتغلي ضد بلدي. انا بعمري ما اشتغلت ضد مصر. الله اكبر. اخطر حاجه في الهاكر انك مش شايفه. صعب تحدد ضربته هتيجي منين. وده بقى اللي خلى الهاكرز النهارده اقوى سلاح في العالم. متاخر يا يونس، دايما متاخر.